بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 25 بعد 200. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. يمضي الشيخ رحمه الله في بيان الفرق بين المنافقين وبين الأعراب الذين قال الله فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فيقول. وأيضا فإنه وصفهم أي الأعراب بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الآيات. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يصفهم القرآن بالكذب، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه. وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، كما في قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك الأسفل من النار، بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب، فنفي عنه كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه. فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك، وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه، وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان. فإن الرجل إذا قتل حتى أسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا أو أسلم بعد الأسر، أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم، فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول، ولم تدخل في قلبه المعرفة بحقائق الإيمان. فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك، إما بفهم القرآن، وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال، وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله، فإنه يحبه، فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفر، وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله، فليس هو داخلا في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وليس هو منافقا في الباطن مضمرا للكفر، بل هو من المؤمنين حقا، ولا هو من المنافقين، ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر، بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا. فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا، ويثاب على فعل ما فعل من الطاعات. ولهذا قال تعالى:
ولكن قولوا أسلمنا. ولهذا قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، يعني في قولكم آمنا. يقول إن كنتم صادقين فإن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذا يقتضي أنهم قد يكونون صادقين في قولهم آمنا، ثم صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن يدعوا مطلق الإيمان، وهذا أشبه والله أعلم، لأن النسوة الممتحنات قال فيهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ولا يمكن نفي الريب عنهن في المستقبل، ولأن الله إنما كذب المنافقين ولم يكذب غيرهم، وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال لم تؤمنوا، كما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهؤلاء ليسوا منافقين. وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم، وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به، فإن الله تعالى قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم، فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد، ودخلت الباء في قوله أتعلمون الله بدينكم لأنه ضمن يخبرون ويحدثون، كأنه قال أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.